الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وزير الخارجية يحذر من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة. واليوم انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرانتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. والبداية من العلاقات المصرية الإماراتية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة. كما عقد الرئيس السيسي وبن زايد جلسة مباحثات ثنائية بقصر رأس التين بالإسكندرية، أعقبتهما جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وأضاف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وبن زايد أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، ورفضهما التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد استقرار وأمن شعوبها. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه من أجل عرض شتى المجالات والتطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال عدة لقاءات عقدها وزير الخارجية مع عدد من أعضاء الكونغرس بمجلسيه في واشنطن، حيث تطرقت اللقاءات إلى تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تشهد أزمات. وأكد شكري على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها، محذرا من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت باعتبار الجولان أرضا عربية محتلة. وخلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بحث الجانبان سبل دعم التشاور الثنائي لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، لا سيما سوريا واليمن وليبيا. كما أشار شكري إلى حتمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. يعقد
اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعه التحضيري للقمة العربية المقبلة، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من البنود المطروحة على جدول أعماله ليقرر ما يرفع منها أو ما يرفع منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة والتي ستنعقد الأحد المقبل بالجمهورية التونسية. أكد المتحدث باسم الجامعة العربية السفير محمود عفيفي أن الحديث عن منظومة الأمن القومي العربي يستلزم الحديث حول مجموعة متنوعة من القضايا ومنها الأوضاع الأمنية في الدول العربية. وقال عفيفي في تصريحات لأكسترا نيوز إن الدول التي تواجه نزاعات مسلحة تمثل تهديدا للأمن القومي العربي. طبعا يعني الحديث حول منظومة الأمن القومي العربي ده بيستلع الحديث حول يعني مجموعة متنوعة من القضايا، يعني بشكل مباشر بنتكلم مثلا حول الأوضاع الأمنية في الدول العربية، ده بيستلزم مناقشة الوضع في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة باعتبار أن هذه النزاعات هي في حد ذاتها عنصر مهدد لاستمرار الدول في بعض الأحيان لمفهوم الدولة الوطنية. نتحدث أيضا حول تحديات أمنية على درجة عالية من الأهمية، على رأسها التحدي الخاص بالإرهاب. يعني السنوات الأخيرة شهدت تصاعد موجة من الإرهاب وعمل التنظيمات المتطرفة والمتشددة في المنطقة، وهذا الموضوع يشغل أعتقد بال كافة الدول العربية. نتحدث حول موضوعات أيضا ذات صبغة أمنية زي موضوع الهجرات غير المشروعة، الإتجار في البشر، ثم نتحدث أيضا حول عناصر تمس يمكن بشكل غير مباشر ولكنها درجة عالية من أهمية هذه المنظومة زي التحديات التنموية. يعني قضايا التنمية في الدول العربية، وهو ما ثبت يعني بالدليل القاطع انه عدم مخاطبتها بشكل جيد او مناسب بما تحمله من عناصر بقى متنوعة، موضوعات تشغيل الشباب، استغلال طاقتهم، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، تجديد الخطاب الديني، كلها عناصر تصب في النهاية لتحقيق الاستقرار المنشود في منظومة الأمن القومي العربي. الحقيقة كل هذه الموضوعات ليست غائبة عن النقاشات هنا في الاجتماعات التحضيرية وفي اجتماعات القمة في تونس. قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية خالد الهباس إن القمة العربية في تونس تأتي في وقت وتطورات سريعة تمر بها المنطقة العربية، وأعرب في تصريحات لأكسترا نيوز عن تطلعه بأن تخرج القمة العربية بنتائج تسهم في الدفع بالحل السياسي على صعيد عدد من القضايا الهامة في المنطقة. أولا لعلي أشير إلى أن هذه القمة تأتي في وقت وظروف وتطورات متسارعة تمر بها المنطقة العربية، بالتالي نتطلع إلى أن تخرج بنتائج تساهم في الدفع بالحل السياسي على صعيد عدد من القضايا الهامة في المنطقة التي لا تزال تنتظر تحقيق انفراجة بها. هناك نحو 20 بندا مطروح على أجندة هذه القمة تعالج أبرز المواضيع الهامة في المنطقة بما في ذلك قضية فلسطينية والأزمات القائمة في عدد من الدول العربية مثل الأزمة في سوريا، ليبيا، اليمن، مواضيع تتعلق بصيانة الأمن القومي العربي وغيرها من المواضيع. بالتالي الموقف العربي حول هذه القضايا موحد ويرتكز على المرجعيات القائمة سواء قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. قال مندوب الأردن لدى الجامعة العربية علي العابد إنه تم مناقشة جدول أعمال القمة العربية خلال الأعمال التحضيرية، وأضاف العابد في تصريحات لأكسترا نيوز أنه تم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القرار الأمريكي الخاص بشأن الجولان المحتل. الحقيقة أنه اليوم كان النقاش على مختلف بنود جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالتطورات الفلسطينية في موضوع القضية الفلسطينية، في موضوع الجولان السوري والقرار الأمريكي في هذا الشأن، وكذلك الأزمات التي تمر فيها منطقتنا العربية من وهي للأسف كثيرة من ليبيا وسوريا واليمن وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعمل العربي المشترك أيضا. كما أكد مندوب الأردن لدى الجامعة العربية في تصريحات لأكسترا نيوز أن هناك حرصا للخروج بحلول سياسية لكافة القضايا المطروحة.
الموضوعات كلها لها أهمية كبيرة ولها يعني حيز كبير لدى العالم العربي، سواء الموضوع الفلسطيني أو غيره والقدس بالذات، ولكن يعني كان هناك حرص من السادة المندوبين للخروج بقرارات تكون كافية وشافية للموضوعات المطروحة، وهذا يدلل على النية والإرادة الكبيرة نحو العمل العربي المشترك في مختلف القضايا وإيجاد الحلول للأزمات العربية للأسف الموجودة بكثرة في وطننا العربي. يبدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارة رسمية إلى تونس، ويأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذلك رغبتهما المشتركة في تعزيز وتنمية تلك العلاقات في كافة المجالات لخدمة مصالح الشعبين. تمكنت العائلات العراقية النازحة من العودة إلى مناطقهم بعد أن وفرت لهم الأمم المتحدة منازل جديدة في مدينة الرمادي. المزيد في سياق التقرير التالي. من حالة يرثى لها لحال لم يخطر على بالهم، تبدلت ظروف هؤلاء النازحين العراقيين. فهذه المنازل الجديدة والمهيئة للسكن شيدت بتمويل من الأمم المتحدة في مدينة الرمادي لاستضافة العائلات النازحة. ليس عليك أن تنظر بعيدا لترى سبب الحاجة إلى هذه المنازل، ففي الجوار هناك أنقاض لبيوت دمرت خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. ومع الانتهاء من هذه المنازل الجديدة المنخفضة التكلفة، فقد تتمكن العائلات النازحة من العودة إلى المنطقة. اليوم 48 مسكن تم إكماله وتوزيع على العوائل المعوزة والمحتاجة والفقيرة من مجموع 200 وحدة سكنية كانت في هذا المكان تم تدميرها من قبل الإرهاب. هذه الحقيقة مرحلة من مراحل إعادة الاستقرار في المدينة، إعادة النازحين، إعادة المهجرين إلى مساكنهم، ومن ثم تمكين أبناء مدينة الرمادي بالمجمل من العودة إلى مساكنهم والاستقرار، لأن الحقيقة لا زالت كثير من العوائل لم تستطع العودة إلى دورها بسبب هدمها بشكل كامل، فكانت هذه الحلول الثانوية اللي ممكن أنه تساعدنا بعملية إسكانهم داخل مساكن قد تكون معقولة ومقبولة أفضل من الخيام وأفضل من التهجير. هؤلاء الشباب يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على نظافة تلك المنازل التي يعتبرونها بمثابة إنقاذ لهم ولغيرهم من العائلات التي نزحت بسبب الحرب، ويقدرون بنحو 6 ملايين عراقي. من الصعب الإقرار بتاريخ محدد لانتهاء أزمة النزوح. نحن نرى الفرق الشاسع بين عامي 2016-2017 والآن. العودة أصبحت أسرع، أصبحت أكبر. نحن نرى العودة وإعادة سيرورة أو دورة الحياة، وخاصة في محافظة الأنبار، مدينة الرمادي بشكل خاص ومدينة الفلوجة. ومن خلال جولات يقوم وفد أممي بالتعرف على أحوال العراقيين ومعرفة كيف ستعيش تلك العائلات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمساعدة النازحين. ورغم تلك المنازل الصفراء الجديدة، فإن عودة النازحين إلى ديارهم ليست بهذه السهولة، نظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الأموال والوظائف، ناهيك عن مخاوف أمنية لا تزال تطاردهم. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تفكيك خلية إرهابية في ولاية وهران شمالي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الخلية الإرهابية مكونة من 3 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال التجمعات الانتقابية. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية حرص قوة الجيش على إحباط أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد. أكد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش لن يحيد عن مهامه الدستورية. وقال صالح خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة إن البلاد تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر. إن بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها والتي تمثل تحديات كبرى. واجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة وفقا لمهامنا الدستورية
التي لم ولن نحيد عنها أبدا. أعلنت وكالة الأنباء السورية التصدي الدفاع الجوي السوري لضربات جوية إسرائيلية على ريف حلب. أوضحت الوكالة أن الضربات استهدفت بعض المواقع في المنطقة الصناعية شمال شرقي حلب، مؤكدة أن الدفاع الجوي أسقط عددا من الصواريخ المعادية. وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الهدف الأساسي للحرب الإرهابية على سوريا هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها الولايات المتحدة. الحكومة السورية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء محتجزي مخيم الركبان وإنهاء معاناتهم، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام كافة القوات الأجنبية اللاشرعية بالانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي السورية، كما نطالبهما بالضغط على الجانب الأمريكي للسماح لقاطني المخيم بحرية الحركة وضمان أمن وسلامة الطواقم الإنسانية ووسائل النقل التي ستعمل على إنهاء معاناة المدنيين وتفكيك المخيم. السيد الرئيس، أؤكد اليوم من على هذا المنبر لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ولداعميها في الإدارة الأمريكية أن رهانهم على استثمار الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية التي شنوها على بلادي طيلة 8 سنوات لإسقاط الدولة السورية وتقليص دورها العربي والإسلامي والإقليمي هو رهان ثبت خطأه. السيد الرئيس، أجدد التأكيد على استعداد سوريا للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري، وذلك للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية، وهي في معظمها نقاط تتقاطع مع الخلاصة التي خلصت إليها السيد الرئيس. كما تشدد سوريا على أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وأن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية نهاية تنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من محاربة هذه الآفة في سوريا والعراق، فإن العديد من الخبراء لا يزالون أو لا تزال المخاوف تنتابهم من استمرار خطورته في المنطقة. تظل استراتيجية القضاء على الإرهاب من جذوره تتلخص في الرؤية المصرية متمثلة بالتصدي للدول التي تدعمه وتموله. كتبت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة عسكريا من التحالف الدولي كلمة النهاية لتنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من ظهوره كنبت شيطاني في سوريا والعراق، مستغلا حالة الفوضى التي عمت منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث العام 11 بعد 2000، وليخرج قادة قصد ليزفوا بشرى النصر على أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، إلا أن العديد من الخبراء شككوا في هذا الإعلان والنصر. تم القضاء على التنظيم على الأرض أو بشكل جغرافي، وإن كان هذا الأمر أيضا مشكوك فيه، ولكن التنظيم ما زال موجودا بأفكاره، نجح وما زال في تجنيد العشرات بل والمئات في العديد من العواصم العربية والأوروبية. فالتنظيم صاحب السجل الإرهابي الأشهر في التاريخ ظل سنوات يعمل في السر قبل أن يعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من على منبر مسجد النور الكبير في مدينة الموصل العراقية عام 2014 قيام دولة خلافته المزعومة في المناطق التي سيطر عليها التنظيم وبلغ ثلث العراق وسوريا، وما يعزز تخوف الخبراء من استمرار خطورة التنظيم رغم الإعلان عن القضاء عليه في آخر جيب له بسوريا.
الخطر الحقيقي لداعش. هذا الخطر ربما يتمثل في مئات الخلايا والذئاب المنفردة والمتجمعة التي ربما ذهبت إلى أوروبا واعتقد أنها قادرة على تنفيذ عمليات مسلحة. كان داعش يتواجد في أرض وكان مرئي وكان يتم التعامل معه من قبل التحالف الدولي، ليس بالصورة التي نراها يعني رادعة لهذا التنظيم أو تقضي على هذا التنظيم، ولكن الآن أصبح التنظيم أشبه بالشبح الذي لا يمكن القضاء عليه. وبدون التهويل من إعلان الانتصار على التنظيم الإرهابي وبدون التهويل من قدرات داعش الإرهابية، إلا أن استراتيجية القضاء على الإرهاب من جذوره تتلخص في الرؤية المصرية التي ظلت ترفع القاهرة صوتها بها عبر كل منبر دولي متمثلا بالتصدي الشامل للإرهاب ومموليه. هو حاليا في شتات وفي تدمير لمساحتهم الأرضية، خلاص شبه اتلغت، إنما لا زالت قيادته تعيش على سطح الأرض، لا زال بعد مقاتليه، وأحنا نطالب جميع الدول بما فيهم الدول الأوروبية أن يعني يأخذوا مقاتلي داعش المأسورين في سوريا وفي العراق إلى أوطانهم لتقديمهم للمحاكمات القضائية العادلة. هذا هو المطلب الذي نتمناه من العالم كله، أن يتكاتف للقضاء على هذا التنظيم حتى لا يعود مرة أخرى. إن احنا نضغط ويبقى في استمرار في الضغط على هذا التنظيم، سواء أيديولوجيا سواء اقتصاديا سواء مصادرة أموالهم أو إلغاء الملاذ الآمن له. جاءت هزيمة التنظيم الإرهابي ودولة خلافته المزعومة بعد 5 سنوات منذ أن جيشت الولايات المتحدة العديد من الجيوش للحرب على داعش تحت مسمى التحالف الدولي، إلا أن خطره ما زال مستمرا كتنظيم يعمل تحت الأرض ويتلقى الدعم والتمويل والحماية من دول باتت معروفة بالاسم للعالم بأسره. ولا نجاة للعالم من هذا القطر الداهم إلا بالاستماع لصوت مصر التي طالما نادت بتكاتف الجهود الدولية لوضع استراتيجيات شاملة لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه. قتل وأصيب 40 عنصرا من ميليشيا الحوثي بينهم قائد ميداني في كمين للجيش اليمني في محافظة الضالع جنوبي البلاد. واستدرجت قوات الجيش عناصر من الميليشيات أثناء محاولة تسللها في محيط جبل مضرح غربي منطقة ماريس كانت قادمة من جبل الشامي، وحصرتها ثم بغتتها بهجوم مفاجئ. أسفر الكمين عن مصرع 30 مسلحا حوثيا بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم الأكوع، وأصيب 10 آخرون فيما لاذ البقية بالفرار. هدد مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي بالعودة إلى الحسم العسكري في الحديدة والمحافظات اليمنية في ظل العبث الحوثي ومماطلات الأمم المتحدة وعدم جديتها في مواجهة مراوغات المتمردين. وقال مكاوي في تصريحات صحفية إن اتفاق ستوكهولم دخل غرفة الإنعاش في ظل تصعيد الميليشيات لهجماتها وأفشلها الجهود الرامية لتنفيذ الاتفاقات، إلى جانب انحياز فريق الأمم المتحدة للحوثي وتنفيذ رغباته. وحذر مكاوي من محاولات الأمم المتحدة شرعنة التمرد، وهو ما لن يكون في صالح المنطقة ولا المجتمع الدولي الذي ستصبح مصالحه في مهب الريح، كون الحديدة وعدد من المدن اليمنية تشرف على خطوط الملاحة الدولية الرئيسية. صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تمديد مهلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بينما أبلغت رئيسة الوزراء تريزا ماي نواب حزب المحافظين استعدادها للاستقالة من منصبها قبل بدء المرحلة التالية من مفاوضات الخروج.
قدم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو ووزير شؤون أوروبا ناتالي لوبويسو وزير شؤون الاقتصاد الرقمي منير محجوبي استقالتهم، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات الأوروبية والبلدية. أوضحت وسائل الإعلام أن استقالة وزيرة شؤون أوروبا كانت متوقعة، حيث أنه من المقرر أن تتزعم حزب الجمهورية إلى الأمام في الانتخابات الأوروبية، فيما سيرشح غريفو محجوبي في انتخابات بلدية العاصمة باريس المقررة في مارس من العام المقبل. اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان التحقيق في وجود روابط بين حملته الانتخابيه وروسيا هو خيانه عظمى، وطلب ترامب بعدم السماح بتكرار بهذه الاعمال مع رئيس اخر، مشيرا الى ان التحقيق كان يستهدف السيطره على الحكومه الامريكيه والبلاد، والتي وصفها بمحاوله السيطره غير الشرعيه. كما اعتبر ترامب انه لو خضع رئيس ديمقراطي لتحقيق مماثل لما خضع اليه عبر المحقق روبرت مولر جاء رد الفعل عنيفا. طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب روسيا بسحب قواتها من فنزويلا، وشدد ترامب على ان جميع الخيارات متاحه لمغادره الجنود الروس من كاراكاس. جاء تصريح ترامب بعد ايام من وصول كتيبه عسكريه روسيه الى فنزويلا وتمركزها خارج العاصمه كاراكاس مباشره. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية. كما أضاف بومبيو خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي أن بلاده تزود الشعب الأوكراني ليس فقط بوسائل دفاعية، بل تحرص أيضا على مساعدتهم من الناحية الاستخباراتية. I think at that time I knew most of what had taken place, although I don't recall the exact sequence. I certainly have learned more. قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية إن عددا من الضحايا سقطوا في حادث إطلاق نار بالمدينة، وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه جراء إطلاق النار، في حين أصيب ثلاثة آخرون من بينهم سائق حافلة. وذكرت صحيفة سياتل تايمز نقلا عن تقارير للشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الحادث الذي لم تعرف دوافعه حتى الآن. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة القرغيزية بيشكك في زيارة رسمية تستغرق يوما واحد. هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد محادثات ثنائية، كذلك مشاركة الرئيس الروسي مع نظيره القرغيزي في مؤتمر آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية والتكامل، إضافة إلى التوقيع على وثيقة جديدة حول وضع القاعدة العسكرية الروسية في البلاد. Прошли в духе взаимного доверия и понимания. Мы подписали внушительный пакет двусторонних соглашений. Они отвечают интересам обоих государств и призваны вывести наши взаимоотношения на новый качественный уровень. Уверен, что их реализация принесет много пользы народам двух стран. На переговорах стороны выразили заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества между нашими странами. В духе стратегического партнерства мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. В рамках союзнических отношений вместе будем действовать для обеспечения региональной безопасности. Сегодня мы договорились провести в 2020 году год Кыргызской Республики в России и Российской Федерации в Кыргызстане. Эти мероприятия станут весомым вкладом в укрепление нашего стратегического союзничества. Мы также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.
ونهاية النشرة إليكم تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي يؤكدان رفضهما التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وزير الخارجية يحذر من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة. واليوم انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.